حياكم الله، أنا المهندس سالم سيف العبدلي معنا. حيا الله المهندس سالم، يلا كان نضيف جاينا. زين، حيا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شيخ؟ مساك الله بالخير، كيف الحال؟ الله بالخير، حياكم الله. كيف الصحة؟ الأسرة الكريمة، حياكم الله، شرفتنا باتصالك، بارك الله فيك وبارك الله فيك كما يقولون، تزهو باتصالك يعني. جزاكم الله خير شيخ بدر والاخوان، كيف حالكم؟ الحمد لله، الله يكرمك، بارك الله فيك، حياكم الله وسهلا بكم، بارك الله فيك. انا الحقيقه بغيت اشارككم بالنسبه للمنتج الوطني حقيقه. جميل، يعني قصدك المنتج العماني، اختيارنا الاول يعني. ها شيخ؟ اقول اختيارنا الاول المنتج العماني. ايه ان شاء الله، دائما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دائما المنتج الوطني اختيارنا الاول باذن الله تعالى. تفضل، بارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخ. يمكن اتحدث عن الشركه العمانيه لاستثمار غذائي القادره، اذا سمعت عنها. نعم. طبعا الشركه هذه هي الذراع الاستثماري في الامن الغذائي. نعم. وانشئت حقيقه من اجل رفع الاكتفاء الذاتي بالنسبه للمنتجات الغذائيه، خاصه اللحوم والالبان والدواجن وكل هذه المنتجات. جميل. ومثل ما تعرفوا شيخ والمشايخ والاخوان انه يعني احنا عندنا طبعا نسب الاكتفاء الذاتي منخفضه بكثير من السلع. يعني اغلب السلع عندنا انتاجنا ما يرقى الى الانتاج اللي هو يعني يؤدي الى امن غذائي، هتكلم عن امن غذائي، يعني احنا شركه وطنيه هدفنا هو رفع الاكتفاء الذاتي لتحقيق الامن الغذائي لعمان. نعم. والان حقيقه يعني من ضمن المشاريع اللي الان بدات ولله الحمد شركه مزون الالبان، سمعتوا عنها، هذه احدى شركاتنا. نعم. والحمد لله يعني المنتج بدأ من تقريبا 3 أسابيع، وحقيقة يعني سعدنا كثير بالإقبال الشديد من المستهلك المحلي، من المستهلكين على هذا المنتج، ويعني كان في تهافت حقيقة كبير على المحلات، على يعني أماكن البيع، ولله الحمد يعني كان شيء مفرح جدا، وهذا يدل على أنه فعلا أن المنتج الوطني هو خيارنا الأول. ما الذي يميزكم عن الآخرين؟ اكيد طبعاً لما يكون منتج عماني تكون له ميزه. طبعا هو احنا نتكلم عن الجوده شيخ. نعم. اهم شيء الجوده، جوده المنتج، وبعدين انت الان لما تشتري منتج وطني على الاقل ضامن ان هذا المنتج يعني انه مصنع في بلدك، وان هذا المنتج يعني يعني لو جينا مثل الجانب الانتاج الحيواني على سبيل المثال، تعرف انه المنتج اللي جينا من خارج السلطنه يعني غير مضمون، ما تعرف ان هذا يعني كيف تم. مثلا نتكلم عن اللحوم او الدواجن على سبيل المثال، اللحوم البيضاء اللي هي الدواجن يعني تجينا من كل دول العالم، لكن الواحد ما يطمن لانه ما عارف طريقه ذبحها اساسا، هل مذبوحه بطريقه شرعيه؟ هل كل الناس بطريقتهم يعني. نعم نعم نعم. فبالتالي يعني لما هذا المنتج هو من داخل السلطنه فهو مضمون، يعني مضمون انت كمستهلك يعني تاكله وانت مطمن. الحمد حتى لله. حتى بالنسبه للمنتجات الاخرى يعني استخدام مثلا المبيدات، احيانا استخدام ايضا تعرف الان كثير من الناس تشتكي من الامراض المختلفه، خاصه الامراض الخبيثه هذه بسبب الاغذيه، احيانا الاغذيه هذه اللي ياكلوها الناس احيانا ما تكون يعني ما تكون اغذيه صحيه. بينما المنتج الوطني اللي انت اساسا يعني ضامن انه هذا منتج في بلدك، وضامن انه هذا مثلا مغذى بطريقه صحيه، بالتالي هذا يعني افضل خيار بالنسبه للمستهلك. بمعنى انتم تطمئنون الناس الان المستهلكين العمانيين والمقيمين في هذا البلد الطيب بان ما يتم انتاجه هنا سليم ويعني لا غبار عليه، اليس كذلك؟ طبعا طبعا باذن الله تعالى. طبعا نتكلم عن منتجات قادمه، لا نتكلم عن الشركه العمانيه. يعني منتج اول منتج انتجناه هو الالبان، هي شركه مزون الالبان، هذه واحده من الشركات في الان بدت. نعم. يمكن قد تكون انتم مشايخ يمكن 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 جربتوا الانتاج ربما. اي طبعا. هو الحقيقه احنا حتى ردود الافعال شيخ من الناس حقيقه يعني الردود كانت ايجابيه كلها بالنسبه للطعم، طعم حتى طعم المنتج، يعني الحليب، تكلم عن الحليب يعني مقارنه بالمنتجات اللي تجينا من خارج السلطنه تحس انه هذا انتاج، يعني هذا حليب طازج يعني مباشره. صحيح. وايضا اللحوم الان عندنا شركه قادمه للحوم ان شاء الله راح تبدا انتاجها نهايه العام القادم، شركه راح تنتج لحوم حيه يعني من طبعا راح يكون من استيراد من مختلف دول العالم بما فيها حتى منتجات محليه.
ويتم بيع الحيوانات هاي طبعا حيه او مذبوحه، يكون في مسلخ كبير، يكون في مسلخ طبعا يدوي، يعني يعامل بطريقه يدويه من ناحيه الذبح، من ناحيه التغذيه، هذه مهمه جدا يعني، وهذه اللي يميز المنتج، اي منتج، ودائما الجوده، وايضا موضوع المعامله، معامله الانتاج. جميل 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 جميل، نسال الله لكم التوفيق، وان شاء الله تكون ليست هناك اعذار للاخرين يعني، وانما هذه الان عندما يسمع المواطن والمقيم بان هناك منتج محلي بهذه الثقه كما تقول، معناته انه لن يميل الى المنتج الاخر مع تقديرنا للمنتجات الاخرى من الناس يعني. طبعا بالضبط، هو دائما يعني دائما هو المنتج الوطني يعني دائما يكون الخيار الاول يعني لاي مستهلك حقيقه، وهذه لمسناه يعني حتى من فتره يعني، الناس تتمنى انه يكون فعلا في منتجات محليه مضمونه وموثوقه، وهذا ان شاء الله بنعمله في المستقبل، انه يكون في منتجات متعدده يعني، في كثير من المنتجات الغذائيه خاصه نتكلم عن الغذاء، والغذاء اهم شيء، والغذاء الصحي، جوده الغذاء هذه مهمه جدا يعني، هذه مهمه مثل ما ذكرت بالنسبه للانسان وحياته يعني. هو جميل الغذاء الصحي وايضا الحلال ايضا، لان المسلم يعني ان الله يعني طيب لا يحب الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. صحيح نعم، فهذه معناته يطمئن الانسان، لان الغذاء ايضا له اثر في 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 شخصيه الانسان وفي علاقته بربه، لان بعض الناس يقولوا اللي اصغر منك كله ولا اكبر منك الله يعينك عليهم، قلنا لهم ما يشتوك اصغر منك كله. صحيح اللي اصغر منك كله صحيح. لكن مهندس، هل هناك شيء من التحديات واجهتكم وانتم يعني تبداون هذا توزيع هذا المنتج؟ طبعا التحديات لابد منها يعني، عارف لما تبدا انتاج اي منتج، خاصه انك تدخل في سوق، السوق اساسا يعني كان في منتجات اخرى موجوده في السوق، فليس من السهوله انك يعني تبدا يعني في التوزيع وتبدا في، ولكن يعني ثقه المستهلك نفسه هذه كانت يعني من 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 الاشياء اللي ادت الى حقيقه يعني التغلب على 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 مساله التوزيع ومساله ايضا قبول المنتج يعني. اما التحديات الاخرى طبعا اللي قبل الانتاج، هاي تحديات كثيره يعني، يعني اي منتج خاصه لما نتكلم عن غذاء، عن انتاج غذاء في اي بلد يعني، في تحديات غير لما من مثلا عندما تستثمر مثلا في قطاعات اخرى غير الغذاء او الزراعه، تجد ان هناك يعني تختلف طبعا التحديات والمخاطر، يعني المخاطر طبعا اكثر بكثير عندما تقارنها مثلا ب، دائما نقارن يعني انتاج الغذاء، نقارن لما تقارن مثلا بانتاج مثلا باستثمار في مجالات اخرى كالعقار، كالسياحه كذا، هذه سهله جدا، تبني عماره ومبنى وخلاص، خلاص سنه سنتين وتضمنت انك يعني تحصل عائد، وربما يبدا يعني عمليه الاستثمار او الحصول على عائد. احنا تعلمنا مهندس، تعلمنا ان 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 نطلع يعني السقف من اول درجه في السلم، وهكذا ان شاء الله نستمر حتى نصل يعني. لكن بالنسبه للمنتج الحليب اللي هو ذكره المهندس، تقبل الناس او اللي هم المواطنين لهذا المنتج كان له تاثير واضح حتى على المنتجات الخارجيه، يعني بعد كم يوم حصلنا في عروض في المراكز التجاريه على المنتجات غير هذا المنتج، يعني اللي جاء من خارج المنافسة، يعني المنافسة، يعني المنتجات المنافسة كان في عروض واضحة عليها. ليش؟ لأنه استولى على منتجهم، يعني استولى على 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 هو فعلا، لأن المستهلك شيخ بدر، المستهلك المحلي مثل ما ذكرت حقيقة يعني كان متعطش حقيقة، متعطش انه يجد منتج وطني، منتج محلي يثق فيه وكذا، وبالتالي فعلا كان اقبال. احنا نفسنا يعني لما بدا الانتاج، يعني تخيل انه في بعض المحلات يمكن يعني مجرد ما يوصل الانتاج في ارفف المحلات هذه مباشره، ما يعني ما تمر الحمد لله ساعه او ساعتين وخلص بسرعه. توفيق من رب العالمين. حقيقه جيده، وحتى هذا يعني يدل على ايضا على ثقافه المستهلك يعني، ووعيه باهميه المنتج الوطني. جزاك الله خير مهندس، بارك الله فيك، نشكرك على التواصل، الله يحفظك.